قالت النيابة العامة المكسيكية إنه عثر على أكثر من 129 جثة مدفونة في 60 حفرة خلال الأشهر العشرة الماضية في ولاية غيريرو. عملية البحث جرت في إطار التحقيق للعثور على 43 طالباً اختفوا في أيلول سبتمبر الماضي إثر صدامات مع الشرطة المحلية في بلدة إيغوالا، ولم يتم العثور عليهم بعد. السلطات المكسيكية أكدت أن بقايا الجثث المكتشفة لا تعود للطلاب المختفين. الآلاف خرجوا يوم أمس في شوارع العاصمة مكسيكو بمناسبة مرور 10 أشهر على حادثة اختفاء الطلاب. الأهالي يحاولون الضغط على السلطات لكشف مصير أبنائهم. نطالب أن يعيدوا لنا أبنائنا، نحن موجودون هنا كي يعيدوهم لنا، وإذا كانوا يريدون أي شيء في المقابل فنحن مستعدون. يشتبه بقيام عناصر من الشرطة المتورطين مع عصابة مخدرات في بلدة إيغوالا بقتل الطلاب وإحراق جثثهم، ويصل عدد المختفين في المكسيك إلى 20 ألف شخص، معظمهم من ولاية غيريرو المصنعة للأفيون.